الذين يدعمون هذه الجماعه، منهم من كان من السلطه الفلسطينيه ومنهم من كان من حماس، فبغض النظر عن الانتماءات لكنهم جميعا يعني او جميعهم من خارج مصر يدعمون هذه الجماعه، مما يؤكد ان التنظيم الدولي داعم قوي لهذه الجماعه الارهابيه. ولكن جماعه انصار بيت المقدس هي محاوله من اخوان المجرمين لتشتيت انتباه الامن، لتاكيد للشعب المصري ان هناك من يدعمهم من الخارج، ان هناك اكثر من فصيل ارهابي يمكنه ان يحدث حاله من عدم الاستقرار في مصر. لكن خلينا نؤكد ان لو جبنا اعداء جماعه الاخوان المسلمين وحاول ان يدمرهم ما كان يستطيع ان يفعل مثل ما يفعلونهم في انفسهم الان. هم يعملون على تعميق الحاجز بينهم وبين الشعب المصري، يؤكدون الشعب المصري اننا في حاجه الى رئيس قوي، وعلى هذا فهم اكبر داعم لحمل الترشيح الفريق او الفتاح السيسي، لانهم يؤكدون للشعب المصري اننا نحتاج لرئيس قوي يستطيع القضاء على هؤلاء المجرمين والارهابيين. طيب حضرتك شايف ان شكل هذه العمليات الارهابيه من الممكن ان تتحول طرق المجابهه، لانها هي كمان فيها تغير، يعني اذا كنا بنستهدف مروحيات عسكريه وبدا الحديث عن استهداف هذه المروحيات ونحن بصدد عمليات كل ساعه في سيناء لهدم الانفاق وتعقب العناصر الارهابيه والقبض على العناصر التكفيريه واغتيال كثير منهم او قتل الكثير منهم، كل هذه الامور هل بترى ان الاحداث ستاخذ منحى مختلف بانتظار القرار الاخير من المشير السيسي للترشح للانتخابات الرئاسيه؟ الحقيقه اللي بيحصل هو اقصى ما في وسعهم الان، اي حاجه في ايديهم بيقدروا يعملوها هم في معركه الرمق الاخير. لو كان في يدهم اكثر من هذا لكانوا فعلوه. نعلم ان حاله الانفلات الامني وانهيار الجيش الليبي ساعد على تهريب كميه كبيره جدا من الاسلحه الى داخل مصر ومنها الى سيناء والى كافه محافظات مصر، وبالتالي ظهور صاروخ يحمل على الكتف يستخدم في ضرب مروحيه يعني شيء مش خطير عشان الناس برضه تطمئن. احنا لا نهون ولكن لا نهون، ده مش معناه ان الله قادرين على مجابهه الجيش المصري. غبائهم يهيئ لهم انهم قادرين على تركيع الشعب المصري مهما فعلوا. الفتره اللي فاتت الحقيقه كانت القوات المسلحه تتحمل بصبر كثير جدا كم من الخسائر حفاظا على ارواح الابرياء، وبتحاول تشتغل بالمنقاط او بمشرط الجراح لتصل الى المجرم، وبتؤوده وبتأني شديد جدا. لكن انا اظن ان الفتره القادمه سيكون هناك اسراع في عمليه المجابهه، سيكون هناك عمليات استباقيه كثيره جدا، وهذا يعني توضيح لفظ مشرط الجراح لان هي مش عايزه تاخذ المدنيين في الرجلين. دي حقيقه حقيقه فعلا، وبتتحمل مقابل ذلك خسائر كثيره جدا. ولكن انا اظن ان الفتره السابقه احنا شهدنا جميعا معدل القبض على المجرمين والقضاء عليهم سواء بالقتل او القبض عليهم، فانا ارى ان الفتره القادمه ان شاء الله هتشهد يعني معدل اسرع من القوات المسلحه خاصه في سيناء، ومن الاجهزه الامنيه الشرطه والقوات المسلحه تعاونها في باقي محافظات مصر لسرعه القضاء على هؤلاء المجرمين ونطمن الشعب المصري. صحيح لن يزول هذا الارهاب بنسبه 100% ولكنه سيقل كثيرا خاصه بعد استكمال اجراءات المستقبل ان شاء الله. نشكرك جزيل الشكر سياده اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه بالقوات المسلحه. سيادة المستشار، يعني بعد ما استمعنا للواء علاء، يعني في موضوع اخر بقى في القانون داخل الجلسه شاهدنا. كنا بنتكلم في ايه؟ اصل انا نسيت. لا اصل الخيوط كلها مشبكه يا سياده المستشار، مشبكه يعني سواء حلقه امنيه قضاء. احنا بنتكلم في قضيه المعزول، قضيه الهروب من سجن وادي النطرون. انا عايز حضرتك على حاله الهرج والمرج اللي بتحصل داخل القفص للاتهام اللي بيحاولوا يعملوها دايما المتهمين المنتمين لجماعه الاخوان الارهابيه. هل ده بيكون بس لتعطيل الجلسه، محاوله يعني موضوع المحامين ومشكله المحامي وان لازم المحامين يخشوا، المحامين دخلوا للرئيس المعزول داخل يعني ادالهم وقت عشان يخشوا يقنعوه يختار حد من المحامين، هل ده يعني في القانون ده عادي انه يحصل؟ شوف حضرتك بقى الحته دي ليها ابعاد كثيره جدا.
قارن بين موقف مبارك وهو يحاكم من أول جلسة وموقف مرسي وهو يحاكم. هذا رجل امتثل أن هناك محاكمة وأن نظاما زال وأنه الآن محمد حسني مبارك الرئيس السابق وقت مواطن يعني. وقت أن, نعم. أن يحاكم نعم. فرجل عنده نضج وفاهم وواعي وما ابتزلش ولم يتدنى بغض النظر عن اخطائه, هو رجل دولة. انا بتكلم في نقطة القانون الشخصي الاداء داخل قفص التهم, واخد بالك؟ انا مش بتكلم في اداءه كرئيس جمهورية على اداء نظام, انا بتكلم في لقطات اللقطات وندي كل واحد حقوقه في المسائل دي. وهذا يدل على احترام المكان وقدسية المنصة كرم زعدال غير ما انتم غير بقى واحد تاني. انا من وجهة نظري قفص الاسر الحقيقي لمحمد مرسي ليس هو ذلك القفص الحديدي او الزجاجي, وانما هو قفص الاسر الفكرة التي اثر نفسه فيها انه ما زال رئيس جمهورية. هو ده قفص الاسر الحقيقي لمحمد مرسي, وهو قابع في هذه الفكرة ولا يريد ان يخرج منها ولن يعني أصعب عليه يصمت هذا الصوت الحاد بداخله أنني ما زلت رئيس الجمهورية أي قفص زجاجي بداخله بداخل هذه الفكرة. يعني نقدر نخمد أصواتهم بالقفص الزجاجي ده في القاعة والحفاظ على الهدوء, لكن هو جواه ما زال هذا الصوت الحاد الذي يستصرخه أنا رئيس الجمهورية أنا رئيس الجمهورية. لذلك طب ده ايه سبب فكرة أنا بقى وأنا رئيس الجمهورية أنت مين؟ يعني أنت مين اللي هتحاكمني؟ فرد عليه مستشار شعبان الشيخ, أنا رئيس جنايات مصر, اصحى يعني افرض انت بتتحاكم هتشرب بعد شويه, انت متهم صحيح, انا اسف يعني بلغه الشعب المصري الظريف هتحاسب على المشاريب اللي انت عملتها دي كلها. يعني انا خصوصا القضيه يعني القضيه ممكن تصل فيها حاجات للتخابر تصل للاعدام يمكن مش هتصل. ده هي اقل واحده من دول. بسم الله ما شاء الله لو في عندنا عقوبة اسمها سوبر اعدام هتبقى سوبر اعدام اقل واحدة من دول. احنا عندنا قتل يعني عندنا قتل اللي كانوا في الشرطة اللي هم كانوا بيحرسوا السجون طبعا قتل وقتل مقترن بجرائم تالية وسابقة وبقتل اخرى يعني جرائم قتل مقترنة بقتل ومقترنة باقتحام منشآت حكومية اقتحام حدود واقتحام حدود وتخابر وتعامل مع عناصر اجنبيه جرائم امن دوله من الخارج ومن الداخل. جزء الخارجي في تخطيط خارجي يستهدف زعزعه الاستقرار المصري, المساس بالسياده المصريه, المساس بالاراضي المصريه, المساس بالمنشات الحيويه والسياديه زي السجون وزي القوات التي تم الاعتداء عليها والتي تم خطفها والتي تم احتجازها داخل قطاع غزه زي الثلاث ضباط وامين الشرطه, عمليه اضرام النيران, عمليه تمكين محبوسين من الهروب 20,000 بينتموا الى 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 جماعات عملت عمليات ارهابيه على الارض المصريه بما يمثل السياده المصريه اللي هي العناصر اللي كانت تابعه لحماس وكانت تابعه لحزب الله, فضلا عن 20,000 مسجون باحكام جنائيه بس الذعر والرعب. وهذا كان مستهدف ان انا النهارده لما اعمل عمليه ان انا عدد كبير من الناس صادر ضده احكام جنائيه فجاه يطلق مره واحده وفي حاله انفلات امن. ايوه عفو والعفو الرئاسي كمان اللي عمله على العناصر الارهابيه بعد ان تقلد منصب رئيس الجمهوريه يعني ده زاد وغط بعد كده في السنه. ما هو في جزء من ال 20,000 دول اتقبض عليه لحد ما وصلنا الى عدد الهاربين اظن 2000 او 3, يعني كان في 17,000 في فتره لاحقه اللي هي قبل ما مرسي يجي اتقبض عليهم طبعا. وفي ناس في سجون اخرى غير السجون دي ما كانتش خرجت اللي هي من العناصر اللي حضرتك اتفضلتي بذكرهم دول. العناصر دي بقى لما تيجي تشوف جرائمها ايه؟ هتلاقي جرائمها تفجيرات وقتل ضباط شرطه. أيوة. وبعدين جه السيد رئيس الجمهوريه قدام دي لانه الاهل والعشيره. طيب خليني اقول يا سياده المستشار الراي اللي بيتداوله العامه,
يا جماعة احنا قدام قضية فيها أدلة مكتملة، فيها تسجيلات، فيها ثبوت لهذه الجرائم بالنسبة للمتهمين، احنا مستنيين ايه عشان نحكم عليهم بسرعة؟ من وجهة نظر قاضي حضرتك ترد على ده ازاي؟ اولا انا النهاردة يا دوب وكل محامي وخدوا مهلة اجل للاطلاع، الاطلاع الدفاع. الجلسة الجاية هيبقى فيه طبعا قائمة طويلة امتلتنا من الطلبات. والطلبات، طلبات الدفاع. بس انا قبل المرافعة كدفاع لازم ابدي طلباتي، فكل متهم من دول انا عندي طبعا هي القائمة بتاع المتهمين 131، لكن المحبوسين ما همش 131، محبوسين عدد بسيطة اعتقد حاجة وعشرين او عشرين. فكل واحد من المتهمين المحبوسين هيبقى له محامي حاضر بيبدي طلباتنا على مركزه القانوني، كيف اقوم بدوري في الدفاع بناء على ان المحكمه تلبي لي هذه الطلبات. من حق المحكمه ان تلبي الطلبات المنتجه، لان مش كل طلب يطلب الدفاع عمال على بطال، ولو انا بستشعر منه ان انا لو لبيته مش هيبقى منتج في الدعوه او مش هيتغير بيه وجه الراي في الدعوه. هو ايه الطلب اللي تلبيه المحكمه؟ هو الطلب اللي انا لما البيه هيبقى منتج في القضيه وقد يتغير بيه راي وجه الراي في الدعوه. لكن مش كل طلب في طلبات للتعطيل فقط بالظبط مش هلبيه. مهمه الدفاع صعبه قوي في قضايا زي دي، هيقول ايه؟ هيدافع يقول ايه قدام ادله؟ لا هتلاقي دفاع كتير، وهتلاقي الدفاع ما بيغلبش، بس المهم في النهايه مدى استقامة التهمة والأدلة السائغة التي حملت عليها. أيوة. والتي أحيلت بموجبها إلى الأوراق واكتمالها. نعم. طب فكرة زيادة الدوائر، يعني رئيس الجمهورية سيادة المستشار عدلي منصور يعني طلب محكمة استئناف القاهرة من زيادة الدوائر لتسريع النظر في القضايا الخاصة بالجرائم الإرهابية. هي شأن هذه الخطوة في إنجاز الحقيقة، هو موضوع مش جديد، أو إنجاز عدد من الأحكام الحقيقة في القضايا الخاصة بهذه الجرائم. مش جديد على فكرة، يعني دوما القضاء حينما تمثل الجريمة ظاهرة فتكسر من عدد الدوائر. يعني في فترة المخدرات في الثمانينات حددوا لها دوائر عشان تنظر مخدرات، لأن كانت ظاهرة متفشية. فالنهارده انا عندي ظاهره ارهاب وعندي ظاهره ترويع، فاخصص لها دوائر واكترها، لان انا مش عندي قضيه امن دوله من الداخل او من الخارج مره وخلصنا او مرتين. مش حاجه جديده يعني، لا مش حاجه جديده على القضاء تخصيص الدوائر، لكن ممكن تنجز في مثل هذه القضايا اللي احنا بصددها الان يا سياده المستشار. يعني احنا مشكلتنا في الاجراءات القضائيه ممكن ان هي بتطول، ممكن بيبقى فيه نتيجة ازدحام مثلا لعدد من القضايا، لكن في مثل هذه الحالة والحالة السياسية والمرحلة الانتقالية والرغبة في استقرار هذا الوطن، كل ده مش مبرر ان احنا ممكن نسرع من الاحكام حتى يكونوا عبرة. ما هو يعني دي برضو فكرة إن انا عايز احاكم واحكم على هؤلاء علشان اللي بره مناصرين ليهم يشوفوا حصل لهم ايه، يعتبروا من اللي هو بيحصل. حلو، في كل لقاء بتحاولي تزنيني في حته كده بس انا ما بتزنيش. لا حضرتك ما بتتزنيش. عايز اقول انه بيبقى امام القاضي اعتبارين، اعتبار انه الفصل الناجز الذي لا يؤثر على العداله وبين عدم الاخلال بحق الدفاع، يبقى انا عندي الحاجتين دول، ما بينهما هو التوقيت اللي بيعتبر مناسب، ما بينهما هو التوقيت الذي يعتبر مناسب. مفيش توقيت محدد مناسب، لان العداله تتاذى كثيرا. ان انا في سبيل الانجاز اغمط متهم بريء من انه لو انا لبيت له وخد بعض الوقت ممكن كان يبقى قدامي انه يبرأ، بغض النظر انا يعني انا بتكلم في المطلق على القضايا. فبياخد وقته والإجراءات بتاخد وقتها، لكن في مثل هذه القضايا بطبيعة الحال فيها تفرغ
ويستطيع القاضي كمان وهتشوفي في الايام القادمه، وده اتوقعه بعد يوم 22، انه ربما يتم